بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، مع درس آخر من دروس المبادئ الأولى لتعلم الإعراب، الجزء السادس: إن وأخواتها أو النواسخ. النواسخ الحرفية: تدخل إن وأخواتها على الجملة الاسمية فتنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني ويسمى خبرها. مثال: الأشجار باسقة. هذه جملة اسمية تتكون من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، ندخل عليها إن فتصبح إن الأشجار باسقة. نلاحظ أن كلمة الأشجار أصبحت منصوبة بعدما كانت مرفوعة. والنواسخ الحرفية هي إن وأن، ليت لعل، لكن، كأن. إذا لتسهيل حفظها قسمناها إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول وهو إن وأن، ثم الجزء الثاني ليت ولعل، والجزء الثالث لكن وكأن. إن وأن، ليت ولعل، لكن وكأن. مع نماذج إعرابية: إن الغابة فسيحة. إن حرف نصب وتوكيد أو ناسخ حرفي. الغابة اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فسيحة خبر إن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. مثال آخر: لعل السماء ملبدة بالغيوم. لعل حرف نصب وترج أو ناسخ حرفي. السماء اسم لعل منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. ملبدة خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. ب حرف جر. الغيوم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والآن مع نماذج لإعراب لجمل فيها اسم الناسخ الحرفي ضميرا متصلا: كأنه ساحر. كأن حرف نصب وتشبيه. الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم كأن. ساحر خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. مثال آخر: لكنك سعيدة. لكن حرف نصب واستدراك. الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب اسم لكن. سعيدة خبر لكن مرفوع وعلامة رفعه تنوين. إعراب النواسخ الحرفية: للنواسخ الحرفية إعراب خاص، يمكن أن تعرب ناسخ حرفي ونكتفي بذلك، ولكن يمكن أيضا أن نعربها كما ورد في الجدول التالي: إن حرف نصب وتوكيد، أن حرف نصب وتوكيد، ليت حرف نصب وتمن، لعل حرف نصب وترج، لكن حرف نصب واستدراك، كأن حرف نصب وتشبيه.